بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الأخيرة وإن شاء الله هنتكلم فيها عن السب أسمبلي كومبوزر، وهنتكلم بسرعة كده عن حساب الكميات الخاصة بالطرق. هنبدأ الأول بالسب أسمبلي كومبوزر، هنعمل طريق كده سريع، ولا تحبوا نبدأ بالكميات؟ عشان السب كميات حاجة بسيطة كده مش هتاخد مننا وقت إن شاء الله رب العالمين، فكرتها إن شاء الله نقولها بشكل سريع. زي ما حضراتكم شايفين قدامنا الفايل ده فيه طريق معمول له ديزاين، الطريق اللي قدامنا ده معمول له كوريدور، وكمان عاملين للكوريدور ده سطحين، سطح توب فوق الكوريدور وسطح تاني ديتم. فكرة الأسطح التوب والديتم، لو جينا نتخيل شكل القطاع العرضي، مثلا عندي القطاع العرضي يبقى شكله عامل كده في الغالب يا شباب. مثلا دي الحارات، دي اللينز مثلا، بعد كده بيكون عندي شولدر، بعد كده بيكون عندي دي لايت. الدي لايت ده بيبقى نازل بقى بالميل اللي احنا مختارينه. لو جينا سلكنا على الكلام ده وقلنا ميرور حوالين الخط ده، ده تقريبا شكل القطاع العرضي. طبعا هنا بيبقى فيه مجموعه من الخطوط، خطوط فاصله بين الطبقات وبعضها، يعني طبقه الاساس غير طبقه البايندر كورس، طبقه الرابطه غير طبقه الويرنج سيرفيس غير طبقه سب بيز، او اي ماتيريال من الماتيريال الموجوده معانا في الايه في السطح. ده شكل القطاع العرضي تقريبا. انا طبعا عامل الدرايت لتحت ظنا مني ان ممكن يبقى عندي شكل الايه، يبقى عندي شكل الارض الطبيعيه تحت كده، يعني الخط اللي هنديله اللون الاصفر ده هيمثل لي سطح الارض الطبيعيه. تمام. فانا دلوقتي عندي قطاع، القطاع ده انا عامل دي اللين، وبعد اللين دي عامل الايه، عامل الشولدر او الدي لايت بتاعي، وبعد كده عامل الايه سوري عامل الشولدر، وبعد كده عامل الدي لايت بتاعه والميل الجانبيه. طب الميل الجانبي ده انا طبعا مظبطه ان هو اول ما اعمل ميل جانبي يروح رابط على الارض الطبيعيه، يبتدي يمتد كده لحد ما يربط عندي على الارض الطبيعيه. طب لما بتيجي تعمل سطح، لما حضرتك بتيجي تعمل سطح، فاكرين لما كنا بنعمل الاسطح بتاع الايه بتاع الطرق دي، انا حابب ان انا اشيل السطحين دول ونعملهم مع بعض عشان تبقى الصوره واضحه. تعالوا نعمل سيلكت، نشيل السطح التوب ده ونعمل سيلكت ونشيل السطح دي. طب دلوقتي عندنا كوريدور بس وعندنا سطح الارض الطبيعيه بالشكل بتاعنا. تمام. طيب لما بنيجي نعمل سطح، اول حاجه السطح التوب لما بنيجي نعمله كنا بنقول ان احنا عايزين نكاري سيرفيس، نروح نقف على الكوريدور كده، كليك يمين كوريدور بوبرتس، ده طبعا دي الاسطح اللي احنا شلناها خلاص المفروض انها تتشال يعني. تمام. دلوقتي انا عندي الكوريدور اهو، مفيش اي اسطح خالص يا شباب، هنسلك هنا ونقول له ان احنا عايزين نكاري سطح. السطح ده هنسميه رود A، على اعتبار ان الطريق اللي عندنا ده اسمه رود A، هنسميه رود A توب. تمام. هنعتبره هنا توب، اد از بريك لاين، نضغط عليها توب لينكس. الكلام ده مهم جدا في حساب الكميات ومهم جدا في السب اسمبلي كومبوزر، هنفهم يعني ايه توب ويعني ايه ديتم دلوقتي حالا في السب اسمبلي كومبوزر. تمام. بعد كده هندخل هنا على الباوندري، نقول له كليك يمين، نقول له عايزين نضيف حدود للسطح من على جنب الطريق، خدها من اخر خط موجود عندك في الكوريدور اللي متكري، يعني الخط ده بالنسبه لي هو حدود الايه، حدود السطح. تمام. اوكي، ريبلد الكوريدور. دلوقتي هو عمل لي ايه يا جماعه؟ تخيلوا كده شكل القطاع العرضي موجود قدامي اهو، انا قلت له اعمل لي سطح، السطح ده توب. يعني ايه توب؟ يعني هيبقى من فوق شكل القطاع، فهو هيجي من نقطه ربط الدي لايت مع سطح الارض الطبيعيه ويبتدي يمشي فوق الايه، فوق اللينكات. تمام. طبعا هنا الشولدر ده بيبقى له ميل، والحاره دي بيبقى لها ميل مختلف، فهنا بيبقى في نقطه انكسار كده، فانا بقول له ادس بريك لاين، يعني احترم لي كل نقطه انكسار، احترم لي كل نقطه ايه انكسار، لان انا لو قلت له اعمل لي سطح واعتبره توب، ممكن يجي عند نقطه الانكسار فيها ضعيف قوي كده، وبعدين ايه ما ياخدهاش في الاعتبار، يبتدي ايه يكمل على النقطه اللي وراها. ادس بريك لاين يعني ايه؟ يعني يربط لي عند كل نقطه انكسار هتظهر قدامك فوق السطح. تمام. توب لينكس يعني ايه؟ الخطوط اللي فوق دي كلها واخده كود، يعني الخط اللي فوق ده
في الاسمبل اللي احنا بنتعامل بيه واخد كود. يعني الخط ده بيبقى واخد كود توب، الخط اللي تحت ده بيبقى واخد كود ديتم، تمام كده؟ الخط اللي في النص ده بيبقى واخد كود بيز، اللي فوقه بيبقى واخد كود مثلا بيف 1 او بيف 2، تمام كده؟ فالسطح اللي فوق عندي ده اسمه سطح التوب، الخط اللي فوق انا اسف بيبقى اسمه توب او واخد كود توب، والخط اللي تحت بيبقى واخد كود ديتم، تمام كده؟ فدي فكره ايه؟ ان انا عايز اكاري سطح توب. طيب هو انا لما اجي احسب كميات يا شباب، السطح اللي احنا عملناه طبعا احنا واخدين قطاع اللي هو باللون الاخضر، لما اجي احسب كميات انا عندي نوعين من الكميات، عندي كميات اعمال ترابيه ان انا احفر او اردم عشان اوصل لمنسوب الفيرمه، دي اسمها كميات الاعمال الترابيه، وبعد كده عندي حاجه اسمها كميات الاعمال الانشائيه، يعني سمك الطبقه دي بالنسبه لي اعمال انشائيه، تمام؟ البيز دي اعمال انشائيه، الباينتر كورس اعمال انشائيه، الاسفلت او الويرنج سيرفيس دي اعمال انشائيه، فلما باجي احسب كميات عندي نوعين من الكميات، عندي كميات اعمال ترابيه وكميات الاعمال الترابيه دي انا بقارن فيها بين سطحين. يعني انا دلوقتي عايز احسب كميه الردم عند القطاع ده، المفروض ان انا احسب لحد فين؟ ما بين السطح ده اللي هو سطح الارض الطبيعيه وبين سطح التوب، ولا المفروض ان انا اعمل سطح تاني يمشي تحت الايه؟ تحت الانشائي. المفروض ان انا اقول له لا ده انا عايز اكاري سطح تاني، السطح التاني ده هيبقى ديتم، هقول له بولي لاين. الامر ده مهم جدا ركزوا فيه يا جماعه، بولي لاين وابتدي اعمل لي ايه؟ سطح، بس السطح ده هيبقى ديتم، ادي له كود ديتم واقول له بوتوم لينكس عشان يبتدي يربط لي الايه؟ اللينكات من تحت. وطبعا ادرس بريك لاين، لازم احترم كل كسره موجوده عندي. يبقى انا دلوقتي الشكل بتاعي يا جماعه فيه كام سطح؟ الشكل بتاعي فيه ثلاث اسطح، سطح الارض الطبيعيه تمام اللي هو باللون الاصفر، وسطح التوب اللي هو باللون الاخضر، وسطح الديتم اللي هو باللون الازرق. السطح اللي هو باللون الاخضر او الفاينل ده احنا بنطلع منه النقط اكس واي زد بمناسيب الفاينل عشان نديها للمساحين اللي شغالين معانا في الموقع، المفروض ان هم يبتدوا ياخدوا الشغل ده ويوقعوه بالايه؟ على الطبيعه باستخدام التوتال ستيشن. انا بدي له نقطه هنا تمام، طبعا على طول المسار، نقطه في السنتر، نقطه على نهايه الايدج بتاع الحاره، ونقطه على نهايه الشولدر، ونقطه على نهايه الديلايت، على اساس ان هو بيوقع لي النقط دي تمام، وكل طبقه من طبقات الرسم بدي له النقط بتاعتها. فالسطح اللي فوق ده انا بستخدمه ان انا بطلع منه الشيتات الفاينل، الشيتات المساحيه الفاينل الخاصه بالايه؟ الخاصه بالشغل بتاعي. لكن سطح الديتم ده المفروض ان انا بحسب الكميات بينه وبين سطح الارض الطبيعيه هنا في مكان الايه؟ في مكان الايه؟ الفل. المنطقه دي كلها هبتدي اردم لحد ما اوصل لمنسوب الخط الازرق اللي هو الهاتش ده. المنطقه دي كلها منطقه ايه يا جماعه؟ دي منطقه اللي هي باللون الاحمر دي منطقه فل، منطقه ردم. طيب حد يقول لي طب ما انت ممكن الارض عندك تبقى فوق، الارض الطبيعيه عندك تبقى فوق بالشكل ده. في الحاله دي تعالوا ايه؟ ناخد الارض الطبيعيه. نعمل لها ايه؟ ميرور كده. كده الارض الطبيعيه فوق، وبالتالي الديلايت بتاعك يا باشمهندس هيبقى فوق برضه. الديلايت بتاعك هيبقى فوق، لما تيجي تعمل الاسطح بتاعتك هيبقى الديلايت بتاعك رابط بميوله لفوق كده. طب انا عايز احسب كميه الكت، الكميه اللي انا عايز احفرها، المفروض ان انا برضو احسب بين الارض الطبيعيه وبين سطح الايه؟ سطح الديتا من الخط الازرق ده، تمام؟ عشان كده لازم يكون عندي كام سطح في الشغل بتاعي؟ خليك هنا يعني مثلا اللون يكون اللون، طبعا هنا الهاتش المفروض يبقى مكمل معايا يا جماعه، يبقى ايه؟ واخد لحد تحت الخط الايه؟ ما بين الخطين الاصفر والخط الازرق، يعني الجزء ده كمان داخل معايا في كميات الايه؟ في كميات الحفر، انا بحفر وارجع تاني احط طبقات الانشائي، لازم اوصل لمنسوب الفيرمه، تمام؟ المفروض ان انا اسلك، نشيل الهاتش ده معلش، المفروض ان احنا بقى ايه؟ نشيل العناصر دي كلها بشكل مؤقت كده. هاتش نديله هاتش هنا، وبعدين نرجع نحط ايه؟ نحط شكل القطاع بتاعنا تاني. بالشكل عامل كده تاني. طبعا احنا لسه ما اتكلمناش ليفل، احنا بنوضح بس الفكره في حساب الكميه. تمام؟ طب دلوقتي عشان احسب كميات اعمال ترابيه انا بقارن بين سطحين، بقارن بين سطح الارض الطبيعيه وبين سطح الديتم، سواء كان في الكات او في الفيل. طب كميات الاعمال الانشائيه دي سهل ان انا احسبها من غير برنامج اصلا، سهل.
ابشر. حاضر 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 حاضر. الباشمهندس عمرو ابو جبل بيسال لو هو عنده نقط جايه له بالميزان ازاي يحسب كميات لو في ارض طبيعيه مثلا جايه له بالميزان وبرده رفع مساحي جاي له بالميزان اللي هو فاينل، ازاي يحسب كميات بينهم؟ صح كده يا باشمهندس عمرو؟ ركز على السؤال ده، كرره كل شويه عشان ما نساش. خلاص كده يا شباب؟ طيب دلوقتي محتاج ان انا يا شباب ايه؟ محتاج ان انا افهم فكره حساب الكميات. الاول تعالوا نعمل اسطح. سلك على الكوريدور، لو اتفقنا. كوريدور، كليك يمين، كوريدور روبرتس. انا كريت سطح بالفعل، السطح ده سميته سطح الطب. تعالوا نكريت كمان سطح هنسميه سطح الايه؟ الديتم. رود ايه؟ ديتم. الديتم اللي هو منسوب المقارنه، المنسوب اللي انا عايز اوصل له. تمام كده؟ برضه هنوضح فكره ديتم دي. هنا هيبقى بوتوم لينكس، اربط لي باللينكات اللي تحت. ناخد هنا ديتم اد ونقول له هنا اد از بريك لاين، نقول له هنا بوتوم لينكس. اما الحدود الجانبيه للسطح هناخدها منين؟ هناخدها من الكوريدور. ريبلد الكوريدور. حته الديتم دي برضه عشان تبقى واضحه ليكم، تخيل حضرتك عندك كوبايه ميه بالشكل ده. تمام؟ كوبايه الميه دي لو انا حابب احسب حجم الميه اللي فيها، تمام؟ تخيل الكوبايه اللي قدامك دي كوبايه دائريه، كوبايه مربعه، انا عايز احسب حجم الميه اللي فيها، فالمفروض ان انا ابقى عارف منسوب الميه لحد فين. يعني مثلا منسوب الميه لحد هنا مثلا، حجم الميه هيساوي ايه بقى؟ هيساوي مساحه الكوبايه في الارتفاع ده. تمام؟ فالارتفاع ده بالنسبه لي هو الديتم، هو اللي انا بنسب له الكميه بتاعتي. طب لو الميه عاليه شويه بالشكل ده، يبقى الديتم بتاعي ايه؟ برضه هو حجم الميه. الديتم المنسوب اللي انا عايز اوصل له، الكميات بتبقى عندي قد ايه لما اوصل للمنسوب ده؟ واصله الفكره؟ دي فكره الديتم. الديتم هو السطح اللي انا بقارن بيه، انا عايز اوصل له. طب انا لو وصلت له هردم قد ايه؟ او هحفر قد ايه؟ تمام كده؟ دي فكره الايه؟ سطح الديتم. طيب عايزين دلوقتي احنا عندنا سطحين، عندنا سطحين، سطح طب وسطح ديتم. عايزين نبتدي نحسب كميات. عشان نحسب كميات لازم نعمل حاجه اسمها السامبل لاين. نعمل حاجه اسمها السامبل لاين، كوريدور سيكشن كرييت سامبل لاين. حلو؟ هنا هيقول لي سيلكت الاينمنت، هقول له كليك يمين واقول له انا عايز اشتغل على الروت ايه. ده الاينمنت اللي انا هشتغل عليه. هيقول لي جميل جدا، طب اسم السامبل لاين بتاعك. طبعا عشان كنت عامل سامبل لاين قبل كده وشلتها، انا ممكن هنا اقول له ان انا عايز اكريت مجموعه سامبل لاين جديده، هسميها مثلا جي اكس او جي مثلا 2، سامبل لاين جروب 2. تحت منها هيبقى عندي سطح الارض الطبيعيه، وهيبقى عندي الكوريدور اللي هو سمكات طبقات الرص بتاعتي، وهيبقى عندي سطح الطب وسطح الديتا. بعد كده اقول له اوكي. بعد كده هروح هنا اقول له باي رينج اوف ستيشن. باي رينج اوف ستيشن هنا المفروض انه هيطلع لي شكل القطاع العرضي. يا جماعه لو انا عايز اطلع قطاع عرضي هيطلعه لي في جريد فيو. فبيقول لي الجريد فيو ده من السنتر، من السنتر هيبقى عرضه قد ايه في الرايت وعرضه قد ايه في الليفت. هو واخد هنا 20 واخد هنا 20 رايت وليفت. طب يا ترى ال 20 دي مناسبه للقطاع بتاعي؟ تعالوا نشوف. يعني ممكن اقول له تعالى من الليفت كده، عايز اعرف اكبر عرض ممكن يكون موجود عندك. هنيجي مثلا في منطقه الكيرف دي واقول له اكبر عرض هيبقى من السنتر لاين لحد اكبر عرض كده 7 متر. يعني لو قلت له لا خليها 10 في اليمين و10 في الشمال هيبقى كافي جدا. يهمني ان السامبل لاين يكون مغطي عرض الطريق كله، فانا بروح عند اكبر حته واخد ايه اشوف عرضها قد ايه، وبعد كده بديله الليفت ساوز ويتس والليفت ساوز او رايت ساوز ايه ويتس. بعد كده بيسالني السامبل لاين انت عايز تعمله على الطريق كل قد ايه؟ طبعا انا قايل له باي رينج اوف ستيشن، انا قايل له باي رينج اوف ستيشن. فهو يقول لي في الاماكن التانجنت الستيشن المفروض الافتراضيه كل 20، في اماكن الكيرفات كل 20، في اماكن السبايرال كل 20. ممكن اقول له انا عايزها كل 10 مثلا في اماكن التانجنت، وعشان في اماكن الكيرفات شكل القطاع بيتغير سوبر اليفيشن وشغل، يعني ممكن نقول له خليه كل 5 متر. واخد بالك؟ ولازم نعمل عشان نحسب كميات مظبوطه لازم نعمل سامبل لاين ات رينج ستارت وسامبل لاين ات رينج اند. لازم ايه نقول له هنا ترو ونقول له هنا ترو، دي بتكون فولس كده لازم نحولها لايه؟ لترو. اوكي سكيب. دلوقتي هو عمل لي سامبل لاين. الفكره من السامبل لاين دي يا جماعه عشان برضو تبقى الامور واضحه ليكم، تخيل كده حضرتك ادي شكل الالاينمنت وادي عرض الطريق بتاعي. دي نهايه عرض الطريق في الرايت ودي نهايه عرض الطريق في الليفت.
فالمفروض تعالوا نعمل ايه؟ نعمل السنتر لاين ده نديله لون ونقول الاحمر مثلا ونعمل سامبل لاين. اما جيت قلت له اعمل لي سامبل لاين، قلت له اعمل لي سامبل لاين بالشكل ده. تمام؟ اوفست، وانا قايل له ايه؟ كل 10 متر. تخيلوا المسافه دي 10 متر، ماشي؟ اوفست المسافه من هنا لهنا مثلا، قول له هنا منتظر، وبعدين نبتدي ايه؟ ادي السامبل لاينز بتاعتنا يا جماعه. كل 10 متر هو الراجل عامل لك خط عرض. الخط العرضي ده طبعا اترينج ستارت واترينج اند، يعني عند البدايه اعمل لي سامبل لاين، وعند النهايه لازم تعمل لي سامبل لاين. حتى المسافه لو ما جابتش 10 متر اعمل لي سامبل لاين عند النهايه، وعند البدايه لازم تعمل لي سامبل لاين. تخيلوا كده معايا شكل قطاع الطريق هنا عند اول سامبل لاين. لو الارض هنا في الحته دي عاليه، الارض هنا في الحته دي عاليه، فهيبقى شكل الارض الطبيعيه عامل كده. وبعد كده الحته دي الارض اقل من ايه؟ اقل من منسوب السامبل لاين. السامبل لاين هنا بيمثل لي منسوب الديتم، المنسوب اللي انا عايز اوصل لكمياتي فيه. تمام؟ تخيلوا دي شكل الارض الطبيعيه في المنطقه دي. تعالوا نعمل كم واحده كده، وبعد كده نعدل الوانها عشان تبقى الصوره واضحه. هنا مثلا عند السامبل لاين الثاني هيبقى الارض الطبيعيه عامله كده مثلا. السامبل لاين اللي بعده ممكن تبقى الارض الطبيعيه كلها اعلى من القطاع كله او الديتم كله، اوطى من الارض الطبيعيه. اللي بعده ممكن يبقى الشكل عامل كده. عند كل قطاع بيبقى انا واخد شريحه تقريبا، فشايف الشريحه دي او مساحه الشريحه دي مثلا ايه؟ 1 متر مسطح، وهنا 1.5 متر مسطح، وهنا 2 متر مسطح، وهنا 1.5 متر مسطح. فكميه او الشريحه او مساحه الحفر عند الشريحه دي، تخيلوا الجزء اللي فوق ده احنا هنحفره عشان نوصل للديتا، نوصل لمنسوب السامبل لاين. تمام كده؟ احنا قلنا هنا ده هيبقى، تعالوا نكتب عشان تبقى الامور واضحه. احنا قلنا 1 متر مسطح. قلنا المساحه دي مساحتها 1 متر مسطح. تعالوا نحط كده الارقام دي ونعدلها فيما بعد وهكذا. تمام؟ فهنقول ان دي شريحه مساحتها 1 متر مسطح، ودي شريحه مثلا مساحتها برضو 1 متر مسطح، ودي نقول مساحتها نص، ودي مثلا نقول 0.75، ودي نقول مساحتها مثلا 1.5، ودي مساحتها 2، ودي مساحتها 5 مثلا. انا بس بوضح لك فكره البرنامج بيحسب كميات ازاي. بص كده يا باشمهندس، دي شريحه حفر ولا رد؟ لو خلينا الخطوط اللي هي بتمثل الشرايح دي بلون تاني مختلف عشان تبقى الامور واضحه. الشريحه اللي فوق دي، المساحه اللي فوق دي حفر ولا رد؟ لا دي حفر 1 متر مسطح، ودي برضو حفر، المفروض ان انا احفر عشان اوصل لمنسوب الديتا نص. يبقى 1 زائد نص، يبقى انا عند السامبل لاين ده عندي شريحه مساحتها 1.5 متر مسطح حفر. لما اجي احسب كميات بقول له ال 1.5 دي زائد المساحه بتاع الكت او بتاع الحفر على السامبل لاين اللي قبلها اللي هو مش موجود اصلا، انا لسه عند ستيشن زيرو. ف1.5 زائد زيرو ب1.5 على الاثنين 0.75، 1 الا ربع متر مسطح. في المسافه بينهم مفيش اصلا سامبل لاين عشان يبقى في مسافه، فدايما الكميات عند اول سامبل لاين بزيرو. حتى لو عندك شريحه او مساحه للكات ومساحه للفيل، حتى لو عندي مساحه للكات ومساحه للفيل، الفكره ان هو بيجي عند السامبل لاين ده ياخد الايه؟ مساحه الكات، يجمعها على مساحه الكات اللي قبله ويضرب في الايه؟ في المسافه بينهم. متوسط مساحات في المسافه بينهم. تعالوا بقى عند السامبل لاين اللي بعده. هنا قد ايه كات؟ 2 زائد 1 زائد نص، يبقى كام؟ 3.5. 3.5 على 2 يبقى 1.75. ده مساحه، متوسط مساحه. في المسافه بينهم اللي هي 10 يبقى كام؟ يبقى 17.5 متر مكعب، كيوبيك متر. تمام كده؟ طيب بالنسبه للرد،
1.5 زائد نص زائد 0.75 1.5 زائد 1.25 تمام كده 1.5 زائد 1.25 بالايه بالآلة الحاسبة بقى احنا قلنا 1.5 زائد 1.25 1.5 اللي هي فوق عند الشريحة اللي فوق وهنا واحد لا 0.75 ونص 1.25 تمام كده يبقى كام؟ يبقى 2.75 على الاثنين عشان تجيب متوسط الايه؟ متوسط مجموعهم يبقى 1.375 تمام كده؟ في المسافه بينهم اللي هي في 10 يبقى كميه الردم عندي كام يا جماعه؟ 13.75 متر مسطح وهكذا الدنيا بتبقى ماشيه كده في حساب الكميات. طبعا انا لو ايه؟ لو كثفت المسافات او بعدت المسافات بين السامبل لاين وبعضها الانترفال بين السامبل لاين وبعضه الكميات هتختلف، ليه؟ لان انا بجيب متوسطات مساحات فشكل الارض الطبيعيه مختلف. شكل الارض الطبيعيه مش ثابت. فطبيعي ان هيبقى في اختلاف طفيف في الايه؟ في الكميات، لكن في المجمل الكميات بتبقى ترينج، كميات تقريبيه. خلاص كده؟ طيب تعالوا بقى نحسب كميات. احنا دلوقتي عندنا سامبل لاين وعندنا سطح ديتم وعندنا سطح الارض الطبيعي. هنروح على سيكشن نقول له كومبيوت ماتيريال، هيقول لي طيب هتشتغل على اي سامبل على اي طريق؟ هقول له هشتغل على عروض ايه؟ مع اي سامبل لاين جروب؟ طبعا عندي جي 1 اللي هو كان موجود اللي انا شلته وعندي جي 2 اللي احنا عاملينه دلوقتي مع بعض، هقول له جي 2 حلو. بعد كده هيقول لي طب انت عايز تحسب ايه بقى؟ كميات ايه؟ عندك نوع من الكميات كات اند فيل ولا ماتيريال ليست؟ كات اند فيل وايرث وورك هما الاثنين نفس المعنى بس مجرد فرق ستايلات. كات اند فيل يعني كميات حفر ورد، ايرث وورك يعني اعمال ترابيه، نفس المعنى تمام؟ سواء اخترت دي او اخترت دي انت هتوصل لنفس النتيجه. هنختار مثلا ايرث وورك هتقارن فيها بين ايه؟ بين اكزيستنج جراوند اللي هي الارض الطبيعيه وبين سطح مقارنه اللي هو سطح الديتم اللي هو الرود 1 ديتم او الرود اي ديتم. بعد كده اقول له اوكي. المفروض ان هو دلوقتي حسب لي كميات الاعمال الترابيه. طب انا حابب ان انا اخرج جدول كميات الاعمال الترابيه سيكشن واقول له هنا اد تيبل واقول له توتال فوليوم احسب لي كميات الكات والفيل للرود اي مع السامبل لاين جروب جي 2 تمام كده، وهات لي كميات الماتيريال ليست اللي موجوده عندي اللي هي اللي انا لسه هحسبها كميات الاعمال الترابيه. على طول هيبتدي يديني هنا ستيشن 0 ستيشن 10 ستيشن 20 زي ما انا مديله الانترفال بتاع السامبل لاين كل قد ايه يا جماعه؟ كل 10 متر في اماكن التانجنت. طب في اماكن الكيرفات تعالوا نشوف كده، احنا المفروض في اماكن الكيرفات منطقه الكيرف هو مكثف السامبل لاين مسافات بين السامبل لاين وبعضها في اماكن الكيرف كل 5 يعني 455 450 تمام سوري 445 45 450 455 واحنا ماشيين كده. المفروض ان هو برده هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه مكثف المسافات هنا عند ال 400 كده. ادي ال 400 او 460 65 70 75 ففي اماكن الكيرفات هو مكثف لي الايه؟ مكثف لي السامبل لاين على اساس ان شكل القطاع بيتغير بشكل ملموس في اماكن الكيرفات. طيب تعالوا نشوف هو ايه الجدول. الجدول عباره عن ستيشن وعند كل ستيشن مديني الفيل اريا المساحه بتاع الفيل. طبعا هنا عند الستيشن زيرو مفيش فيل اريا لان الكوريدور بتاعي مش بادئ من ستيشن زيرو، الكوريدور بتاعي مترحل شويه تلاقي السامبل لاين جاي بعيد شويه عن الايه؟ عن الكوريدور. فانا لو عايز اظبطها فممكن اسحبه كده عند بدايه الكوريدور عشان يظبط معايا شكل السامبل لاين. دلوقتي المفروض انه هيديني مفيش فيل لكن المساحه عند الاول سامبل لاين ده كلها كات، سواء بقى كانت فيل كات المهم ان هو في الاخر ما عندكش كميات عند اول سامبل لاين. هتلاقي الفيل فوليوم زيرو والكات فوليوم بالرغم من ان في مساحه هو خد 2.75 زائد زيرو على الاثنين راح جايب المتوسط ضرب في المسافه بينهم صفر هتلاقي الكميات عندك صفر. في حاجه هنا اسمها الكوميوليتيف فيل وحاجه ثانيه اسمها الكوميوليتيف كات اللي هو التراكمي تمام عند كل ستيشن. يعني دي كميات عند الستيشن سواء كانت فيل او سواء كانت قطع عند الستيشن نفسها لكن دي كميات عند الستيشن دي واللي قبلها الكوميوليتيف يعني التراكمي. عايز اوصل في الاخر ان انا الكميات بتاعه الفاينل الكوميوليتيف فيل اللي هو التراكمي بتاع الفيل بتاع الردم 193 متر مكعب كيوبيك متر تمام، وكميات القط 4637 ده الايه؟ ده التراكمي يا جماعه. طبعا عند كل ستيشن هو مديني كميه الكات قد كده وكميه الايه؟ كميه الردم قد كده وكميه الكات قد كده تمام؟ لكن اللي هنا ده التراكمي دي واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها تمام كده؟ من اول ستيشن زيرو. دي فكره حساب الايه؟ كميات دي كميات الاعمال الترابيه. طب لو حابب احسب كميات العمل الانشائيه سمك الطبقات يبقى سيكشن كومبيوت ماتيريال للرود ايه مع السامبل لاين جروب 2 هقول له اوكي. طبعا مش هيخيرني بقى كات اند فيل دلوقتي بقى عنده ماتيريال ليست
حسب بيها كميات العمالة الترابية. أنا بس هضيف له ماتيريال جديدة. أنا عندي ثلاث طبقات من طبقات الرصف، عندي البيف 1 أو الويرنج سيرفيس، وعندي البيف 2 أو البلندر كورس، وعندي البيز اللي هي عبارة عن البيز كورس. الويرنج سيرفيس عبارة عن مادة إنشائية ستراكشر، البلندر كورس برضو ستراكشر، والبيز برضو ستراكشر. الويرنج سيرفيس هاخدها منين؟ هي مقارنة بين أسطح ولا ليها سمك في الكوريدور؟ لا ليها سمك في الكوريدور. طب إيه اللي بيمثل لي الويرنج سيرفيس الطبقة السطحية في الكوريدور؟ بيمثلها لي البيف 1. اقول له اد، اقف عند البايندر كورس اللي بيمثلها لي في الكوريدور هو البيف 2، اقف عند البيز اللي بيمثلها لي في الكوريدور هو البيز. السب بيز طبعا موجوده هنا لكن ملهاش كميات لان مش مديها سمك اصلا القطاع بتاعي. اوكي، دلوقتي المفروض انه حسب لي كميات الويرنج سيرفيس والبايندر كورس والبيز كورس. هنروح هنا سيكشن نقول له اد تيبل، نختار هنا الماتيريال فوليوم. انا محتاج الرود ايه مع السامبل لاين جروب 2، واقول له ان انا محتاج كميات الويرنج سيرفيس. اوكي، في اي مكان اضغط هيبتدي يديك هنا الويرنج سيرفيس، دي كميات الويرنج سيرفيس. طبعا عند كل ستيشن مديك الاريا ومديك الايه الفوليوم، مفيش بقى. هي الفكره ايه؟ الفكره ان انا عندي اريا، مساحه للايه، مساحه للطبقه، سمك للطبقه، تمام، والفوليوم بتاعي الحجم بتاعي، تمام. الحجم ده طبعا بيترتب على اساس الانترفال اللي انت حاطه. يعني مثلا هنا انا عندي سمك طبقات الرصف عندي 5 سم بالنسبه للويرنج سيرفيس، عندي حارتين، حاره يمين وحاره شمال، عرض الحاره ده 3 متر ونص، 3 متر ونص، تمام كده؟ يعني المسطح عندي كام؟ مسطح عندي عباره عن 5 3 ونص، 3 ونص في ايه؟ معلش نحسبها تاني، 5 5 من 5 من 100، كالكوليتر. سمك الطبقه قد ايه يا جماعه؟ 0.05 ده سمك الطبقه. في عرض الطبقه قد ايه؟ عرض العرض الحاره او الحارتين 3.5 و3.5 7، يبقى في 7 يديك هنا الايه؟ الاريا، تمام؟ طيب انا عايز احسب الحجم، يبقى الاريا في الحجم، الاريا في الطول في الانترفال. طيب هنا 35 في صفر بصفر، هنا 35، تمام؟ هنا 35 اهي، زائد 35 على الاثنين تديك 0.35 في المسافه اللي هي 10، تمام؟ تعالوا نحسبها كده، 0.35 زائد 0.35 ماشي على الاثنين تديك 0.35 في 10 تديك 3.5. في حاجه غلط انا في لبس عندي. سمك الطبقه 5 سم في عرض الحارات قلنا يا شباب في 7، يبقى 0.35، 3.5 في 10 المفروض انها تديني هنا 3.50، ده الصح، ده المفروض. اه صح، احنا هنا المسافه دي مش 10، احنا حركنا السامبل لاين الاولاني حوالي مسافه، صح مظبوط، تمام كده مظبوط. هنا السامبل لاين الاولاني كان خارج الكوريدور، فاحنا رحلناه مسافه جوه، عشان كده طلع الكميه بتاعتي مش مظبوطه، لكن احنا بنحسب صح. هنا الكوميوليتيف اللي هو التراكمي يا شباب، ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للويرنج سيرفيس. سيكشن تاني، سيكشن ات تيبل، واقول له ماتيريال فوليوم، اقول له ان انا محتاج اضيف هنا البيس كورس او البيندر كورس، طلع لي كميات البيندر كورس. حابب ان انا اخرج كميات الايه؟ الويرنج البيز، واختار هنا البيز وبضغط هنا ضغط. طبعا الجداول كلها طالعه اسمها ماتيريال ليست، فازاي هقدر احدد دي ويرنج دي بايندر دي مش عارف ايه؟ هنا الامر بسيط، حضرتك هتسلك على التيبل كده، كليك يمين تقول له تيبل بروبرتيز، وتيجي هنا تقول له انا عايز اخد كوبي من الستايل ده واسميه مثلا ويرنج سيرفيس، تمام؟ ده ستايل ويرنج سيرفيس، وهنا هعدل اسم الجدول يبقى ويرنج سيرفيس، دي كميات الويرنج سيرفيس. هتلاقي اسم الجدول هنا اتعدل بقى اسمه ويرنج سيرفيس، الثاني هنا ده اسمه ماتيريال تيبل، والثاني برضه اسمه ماتيريال تيبل، فممكن اسمي ده البايندر كورس وممكن اسمي ده البيز كورس. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لكميات الاعمال. ده بالنسبه لكميات الاعمال. دلوقتي حابب ان انا اتكلم في نقطه ثانيه اللي هي نقطه لو انا عندي قطاع فيه اكستنشن، يعني عندي قطاع زي القطاع اللي احنا كنا راسمينه فوق ده،
مقطعة بالشكل ده، بس طبعا هنا سمك طبقات الرصف. الطبقة دي فيها اكستنشن بالشكل ده، هتمشي شوية كده وبعدين تنزل بميل كده تربط على الايه، والطبقة اللي بعدها نفس الكلام، تمشي كده وتنزل اكستنشن كده، تمام. فاحنا محتاجين نعمل حاجة زي كده على 7 3D، مش هنلاقي قطاع يخدمنا يعني. المفروض دي بقى كلها على بعضها تبقى ايه، مش هنلاقي قطاع، مش هنلاقي حاجة في الايه، في الاسمبلي كلها على بعضها تخدمنا. لكن احنا ممكن نبتدي نكريته، ممكن نبتدي نكريته. تعالوا نعمل اسمبلي كوريدور، نقول له كرييت اسمبلي. الاسمبلي ده هنسميه اسمبلي كيو مثلا، اوكي. نضغط في اي مكان، بعد كده هندخل على التول باليت ونقول له ان احنا محتاجين مثلا ايه، اللين، لين سوبر اليفيشن اكس اوف روتيشن. هنعدل هنا سمك الطبقات كنترول واحد، نقول له مثلا عايزين الطبقه دي سمكها 5، والطبقه اللي تحتها دي سمكها 5، والطبقة اللي تحتها دي سمكها 25، والطبقة دي سمكها 0، تمام. أنا عندي الطبقة، كل طبقة منهم ليها اكستنشن، فأنا عايز أزود الاكستنشن ده، أنا محتاج إن أنا أزود الاكستنشن ده. طبعا مفيش إمكانية، مش هتلاقي حاجة تديك الاكستنشن ده، تمام. طب نعملها إزاي دي؟ هي أمرها بسيط. حضرتك هتروح هنا على البيزك، تلاقي حاجة هنا اسمها البيزك، وتلاقي هنا حاجة اسمها الجينيريك بيمنت ستراكشر، تضغط عليها حضرتك، تمام. هتظهر لك القائمه دي، قول له انا عايز اعمل، احط هنا الطبقه دي ليها اكستنشن. نسلك كده، نبتدي نضيف الاكستنشن زي ما احنا عايزين. نسلك كنترول واحد ونقول له الاكستنشن ده عرضه قد ايه؟ ده عرضه مثلا 3 متر و6 من 10، لا احنا عايزينه 5 سم، ده عرض الاكستنشن. كمان هنلاقي ان الاكستنشن ده واخد شيفت ويدث، يعني ايه ال 10 سم مش بادئه من هنا، لا ده واخد شيفت ويدث كده وبادئ ال 10 سم، لا انا عايزه ابتدي من ايه؟ عايزه ابتدي من النهايه دي. هنديله دي صفر بالشكل ده. طيب انا كمان محتاج ان انا عايز اديله اسلوب، عايز اديله اسلوب. في هنا حاجه اسمها الديفليكت اوتر فيرتيكال فيس، هنقول له يس. محتاج ان انا اديله اسلوب بالشكل ده، وسمك او الدبس بتاع الطبقه نفسها عايزه نفس السمك ده، فاقول له الدبس بتاعي موجود عند حضرتك هنا حاجه اسمها الدبس. موجود عند حضرتك حاجة اسمها الدبس، الدبس هنا هو عامله 20 سنتي، لا أنا عايزه 5 سنتي بس، عشان يبقى ماشي واخد سمك الطبق بالشكل ده. فدلوقتي أنا ضفت الإيه؟ ضفت الإكستنشن، والإكستنشن بميل كمان، مش مجرد إكستنشن رأسي، تمام كده؟ الإكستنشن رأسي ده أو الحافة بتاعته رأسي ده موجود بالفعل. طيب، مجرد إنك ضفت القطاع، لكن القطاع ده هو نفس الماتيريال دي؟ لا مش نفس الماتيريال، فأنا لازم أديله نفس الكود بتاع الإيه؟ بتاع الشيب ده. لازم أديله نفس الكود بتاع الشيب ده. فانت حضرتك بتيجي تقف كده على الكود، يقول لك الشيب ده واخد كود اسمه بيف 2. فالمفروض ان انا بدخل هنا على سلك على القطاع بتاعي واقول له في عند حضرتك الشيب كود اسمه بيف 2، اول حرف كابيتال والباقي سمول، بيف 2. على طول هتلاقي خد لون ايه، خد لون البيف. بعد كده عند حضرتك مثلا الدايره او النقطه دي المفروض ان يبقى لها كود مثلا، هو كل حاجه بقى هو محددها لك. التوب لينك ممكن تدي له كود، اه ممكن ادي له كود. اللينك اللي فوق ده ممكن ادي له كود ايه بقى؟ توب، ده يخدم معايا كتوب لينك. والخط ده كمان ممكن ادي له كود، الخط اللي هو الجانبي ده، تمام. مجرد تسلك كده وتروح تقول له في عند حضرتك الاوتسايد لينك كود، ده برده ممكن ندي له توب. الانسايد لينك كود، لا احنا مش محتاجين ندي الانسايد. البوتوم، البوتوم ده برضو انا مش محتاج ان انا اديله كود، لان انا لسه هضيف تحت منه طبقه ثانيه. الطبقه الثانيه دي ممكن تسلك حضرتك كده تقول له خد لي من دي كوبي، كليك يمين كوبي تو، انقلها لي كده حطها لي تحت، تمام. وتعالى بقى ظبط عليها ثاني، سلك عليها كده وابتدي ظبط الايه، ظبط الديفليكشن بتاعك وظبط كل حاجه. هنا سمك الطبقه هنقول 0.25، الدبس بتاعنا 0.25، الويتس بتاعنا هو انا واخده 5 سنتي، لا انا ممكن اديله مثلا الويتس بتاعي 15 بالشكل ده.
عشان يديني الايه الكود. طبعا هنا الشيب ده واخد كود غير كود الطبقه اللي هي الايه البيز، فممكن اسلك كده واقول له لا الشيب كود هنا هيبقى بيز، اول حرف كابيتال والباقي سمول، تمام؟ بالشكل ده عشان ياخد نفس الايه نفس الستايل. الخط اللي تحت ده اللي هو البوتوم لينك المفروض بقى نديله ايه لينك، نديله كود ان هو يبقى ديتا بوتوم لينك، ده هيبقى ديتا عشان لما اجي اقول له ان انا عايز اعمل سطح يربط بين اللينكات الداتا يبتدي ياخد ده لينك من ضمن اللينكات بتاعتي. دلوقتي حضرتك عملت اكستنشن من خلال الايه؟ من خلال قائمه البيزك. طيب لو القطاع بتاع حضرتك مثلا الميل هنا 2% كنترول 1 الميل بتاعي كام؟ ماينس 2، لو انا خليته 2% طبعا هيبقى القطاع بميل والاكستنشنز اللي انت حطيتها دي بميل تاني مختلف. انا ممكن اسلك على الاكستنشن دي واقول له لا انا عايز الميل بتاعها هيبقى towards crown، واللي تحتها نفس الكلام، الميل بتاعي مش هيبقى away from crown، لا يبقى towards crown. يظبط معايا كده عشان يبقى واخد نفس ايه نفس الميل. ممكن تسلك بقى على الكلام ده كله وتقول له mirror، انا عايز اعمل قطاع في الجهه الثانيه بالشكل ده، تمام كده يا جماعه؟ يبقى احنا عملنا الاكستنشن او عملنا الميول بتاعتنا بشكل سريع. عايزين نعمل نفس القطاع ده بس تعالوا ناخد طبقتين بس بالسب اسمبلي كومبوزر. السب اسمبلي كومبوزر ده برنامج مساعد بيتسطب مع سيفل 3 دي. ممكن لو قلنا سب اسمبلي كومبوزر انا محتاج اعمل طبقتين بس مش اكتر منهم، وعايز اكريت اسمبلي خاص بيا، عايز اكريت اسمبلي انا اللي اعمله، اعمل بقى في البدع زي ما انا عايز. فممكن حضرتك من السب اسمبلي كومبوزر ده، دي واجهه البرنامج قدام حضرتك اهي، هنيجي هنا نقول له ان احنا عايزين نعمل بوينت. البوينت الاولانيه دي هتبقى نقطه الاورجن بتاعتي، تمام؟ البي 1، وبعد كده هبتدي اضغط كده واسحب بوينت ثانيه. طبعا افضل ضاغط وانت بتسحب النقطه ارميها هنا، دي اسمها البي 2. البي 2 دي مرتبطه بالبي 1 زي ما انتم شايفين كده، هتلاقيها مرتبطه بالبي 1. طب حركتها من البي 1 المفروض ان انا عايز اتكلم ان دي عرض الحاره بتاعتي، دي ده اللينك اللي هيتحكم في عرض الحاره بتاعتي. فالمفروض ان انا اقول له عرض الحاره بتاعتي انا باخد عرض في اتجاه اكس وميل في اتجاه واي، فالمفروض ان انا اغير هنا البوينت جيومتري تايب اخليها سلوب اند دلتا اكس، سلوب في اتجاه واي ودلتا اكس في اتجاه الايه؟ اتجاه الاكس، مسافه في اتجاه اكس وسلوب في اتجاه واي. لو انا قلت له هنا فيتو سكرين هيبتدي يكبر لي الايه؟ الدايره دي، تمام كده يا شباب؟ طيب كلام جميل جدا. طيب انا دلوقتي عايز اعمل هنا بيقول لي العرض كام؟ 10 متر، لا ده انا عايز اخليه 3 متر ونص، عرض الحاره 3 متر ونص، هيبتدي يقل معايا بالشكل ده. طيب انا عايز اعمل للحاره دي او للين للطبقه دي سمك 5 سم مثلا، فابتدي اقول له لا انا عايز اضيف كمان نقطه، النقطه دي اسمها بي 3، البي 3 دي مرتبطه بالبي 2 وبتتحرك في اتجاه محور واي ماينس 0.05 5 سم، تمام؟ في التسكريت حضرتك لو جيت قربت كده هتلاقي ان هو عمل لي ايه؟ عمل لي نقطة بلينك لتحت. تعال نضيف كمان بوينت، بس البوينت دي هتبقى مرتبطة بالبي 1. اتحرك في اتجاه محور واي ماينس 0.05. تعالى كده بص حضرتك في التسكرين هتلاقي في نقطة تانية مرتبطة بالبي 1 نازلة نفس المسافة بتاع النقطة اللي هنا. كلام جميل. طيب تعالى نقفل الشكل بالشكل ده. ادي اللينك رقم 4 هيربط بين البي 3 والبي 4. يبقى انا دلوقتي بقى عندي طبقه، تمام؟ دلوقتي بقى عندي ايه؟ بقى عندي طبقه. طب الطبقه اللي بعد منها، الطبقه اللي بعد منها انا عايز لها اكستنشن مثلا، ياخد مسافه كده في اتجاه محور، مسافه في اتجاه محور اكس، تمام؟ وسلوب في اتجاه محور واي. فممكن اقول له ايه؟ ممكن اقول له هات لي بوينت ثانيه، البوينت الثانية دي اللي هي البي 5، البي 5 دي هتبقى مرتبطة بالبي 2، أربطها هنا بالبي 2، أخدها من البي 2، أخدها برضو سلوب أند دلتا إكس، ناخدها سلوب في اتجاه محور واي ودلتا إكس في اتجاه محور إكس، هنقول مثلا المسافة بتاعتنا 20 سنتي. خلوا بالكوا أنا ربطتها بالبي 2 وده غلط، المفروض نربطها بالبي 3 لأنها تحتها. الطبقه اللي تحتها. طبعا لما حطيت النقطه هنا اي نقطه كنت بحطها قبل كده كان بينزل معاها لينك، لحد ما حطيت لينك بشكل منفرد فابتدى يحط لي هو كمان البوينت بشكل منفرد عشان اقدر اتحكم في اللينك. فدلوقتي عندي ايه؟ عندي البي 5 ملهاش لينك، فانا لو سحبت لينك كده ورميته تحتها
من هنا هلاقي ان هو حاطط لي اللينك زي ما انتم شايفين كده. خلاص؟ طيب بعد كده عايز اقول ان سمك الطبقه اللي تحت دي مثلا 20 سم، من البي 4 انزل 20 سم، فاقول له بوينت، البوينت 6 دي هنربطها بالبي 4 ونقول له هتبقى دلتا اكس ان دلتا واي هتنزل في اتجاه محور واي ماينس 20 سم، ونحط لها لينك، لينك يربط بين بي 4 وبي 6. تمام؟ بعد كده ممكن اقول له ان انا عايز اعمل بوينت ثانيه تمشي في اتجاه معين، تمشي مثلا هنا ودي تربط عليها بميل، يعني البي 6 يطلع منها لينك والبي 5 يطلع منها لينك. فانا ممكن اقول له ايه؟ ممكن اقول له ان انا عايز اضيف انترسكشن بوينت، نقطه انترسكشن، انترسكشن بوينت هنختارها كده. طب الانترسكشن بوينت دي هتربط بين ايه وايه يا جماعه؟ هتربط بين هنا، ممكن تربط بين لينك اند بوينت سلوب، تمام، ولا تو لينك ولا تو بوينت سلوب. هقول له تو بوينت سلوب، تمام. هيقول لي طيب اول بوينت عندك هتبقى البوينت 6، السلوب بتاعك هيبقى نقول له ماينس 2%، تمام، واللينك الثاني هيبقى اللينك البوينت رقم 5، بوينت رقم 5 والسلوب بتاعها نقول له مثلا ماينس 1:1، تمام. طبعا هنا هنقول له اكستند سلوب، اكستند سلوب، الميل 2 عفوا، 2%، تمام كده؟ صح، هو عملها لي 200%، انا اسف. طبعا هو دلوقتي حط لي نقطه، النقطه دي عباره عن انترسكشن. ممكن حضرتك تبتدي تضيف لينك، لينك 7 بيوصل بين النقطه رقم 5 رقم 6، عشان نشيلها هنا. أضيف هنا اللينك، نقطة رقم 7 والنقطة رقم 5، كده حط لي لينك أهو زي ما أنتم شايفين، وكمان لينك يوصل بين النقطة رقم 7 والنقطة رقم 6. يبقى أنا دلوقتي رسمت شكل القطاع بتاعي يا جماعة، دلوقتي تقريبا رسمت شكل الإيه؟ شكل القطاع بتاعي، تمام؟ طيب تعالوا نسيف كده فايل، الأول هنديله اسم، اسم مثلا وليكن إكس، إكس، تمام؟ فايل سيف از على الديسكتوب، هنسمي السب اسمبلي بتاعنا ده تريبل اي مثلا. وتعالوا نروح على برنامج السيفل نبتدي نعمل استيراد للاي الاسمبلي. هنفتح هنا التول باليت، هنيجي هنا نقول له ان احنا عايزين نكريت نيو باليت، الباليت دي هنسميها تريبل اي برضو او اي اسم انت عايزه. هنا هقول له امبورت سب اسمبلي، عايز اعمل استيراد للسب اسمبلي، هنا هقول له براوز واقول له انا عندك على الديسكتوب في اسمبلي انا مسميه تريبل اي. اوكي، دلوقتي لو حضرتك حابب تعمل سيكشن كوريدور كريت اسمبلي، الاسمبلي ده هنسميه كيو كيو مثلا، نضغط في اي مكان، هنبتدي نختار هنا البالت ده وبعدين نروح هنا نضيفه بالشكل ده. انتوا شايفين حاطط لي هنا البالت حاجه مش كاملة بالمرة وحاجة بسيطة جدا ومحتاجة مننا شغل كتير، تمام كده؟ طب لو انا حابب ان انا اعمل له ميرور كريت يمين، اجي اقول له ميرور، مش هيقبل ميرور، تمام كده؟ طب لما اجي احطه مثلا عايز اعدل في عرضه كنترول واحد، مفيش بارامترز، مفيش انبوت اوت بوت بارامتر خاصة بيه، تمام؟ طب حابب ان انا تارجت، لو انا حابب ان انا ادي له عرض من الرسمة ولا حاجة، مفيش بارامتر تارجت، تمام كده؟ فانا محتاج ان انا اظبط الكلام ده لسه.
نرجع تاني على الايه على القطاع بتاعنا ونقول له يلا تعالى نضيف شيب شكل عشان يبقى الدنيا بتاعتنا ايه تمام. شيب الشيب ده هيبقى بيربط بين اللينكات اللي فوق دي. نيجي هنا نضغط ضغطه فوق عند اللينكات اللي فوق دي، ده شيب 1. بعد كده هنديله كمان شيب اللي هو الشيب 2. هنضغط هنا ونختار هنا الجزء اللي تحت ده. طبعا الحاجات اللي انا حطيتها دي كلها كلام جميل ومحترم وزي الفل ومفيش حاجه، لكن دلوقتي لو انا حابب اتحكم في ميول، اتحكم في عروض، اتحكم في الكلام ده كله، مش متاح، مش مسموح ليك انك ايه تتحكم في اي حاجه. طب دلوقتي عايزين نظبط الكلام ده على اساس ان البرنامج يسمح لي ان انا القطاع ده لما ادخله عندي على 7 3 دي اقدر اتحكم في عروضه، اقدر اتحكم في ميوله، اتارجت العرض بتاعي، مش شرط اديله عرض ثابت يعني. فهنا الامر هيتطلب مني يا جماعه، الامر هيتطلب مني ان انا اروح اقول له انا عايز ابتدي ادخل على الانبوت اوت بوت بارامتر واقول له لو سمحت انا عايز اول حاجه تسالني عنها القطاع ده هيترسم في اي اتجاه. هو هنا عامل لي نن، انا ثبتها على الرايت عشان لما اروح اختار يقول لي رايت ولا ليفت. يبقى ادي اول بارامتر. بعد كده اقول له ان انا عايز اكريت بارامتر تاني، البارامتر التاني ده هسميه الويدث. هيبقى الاسم اللي هيظهر عندي هيبقى ويدث، ده الاسم اللي هيظهر في البارامترز عندي تمام. ونوعه هيبقى دبل انبوت، وهقول له الويدث بتاعي مثلا 3.6 متر. وعايز اضيف كمان بارامتر، البارامتر ده هسميه سلوب، انبوت اوت بوت بارامتر سلوب. السلوب ده هيبقى عباره عن جريد. الجريد الفرق بين السلوب والجريد يا جماعه هما الاثنين ميول، هو ميل، سلوب اسمها يعني ميل وجريد يعني ميل. بس سلوب اللي هي 4 ل 1، 3 ل 1، 2 ل 1 تمام كده. جريد اللي هي 5 من 100، 9.9 من 10، دي معناها جريد. هقول له هنا -2% تمام. وهنا طبعا الاسم اللي هيظهر عندي هيبقى سلوب، الاسم اللي هيظهر عندي في القطاع هيبقى سلوب. خلاص كده. طيب دلوقتي البارامترز اللي انا ضفتها دي القطاع هيفهمها ازاي؟ انا هروح عند النقطه رقم 2 اقف عندها كده، هلاقي هنا الاسلوب، هبتدي اشيل القيمه اللي انا حاططها اللي هي -2 دي واقول له حط لي مكانها كلمه لوب، حط لي مكانها البارامتر ده ال 3.5، شيلها وحط مكانها البارامتر اللي هو الويدث تمام. دلوقتي لو انت حضرتك حبيت تعدل في الميل ده تخليه مثلا، هو دلوقتي عندي -2 اعمل في التسكرين، طب خليه 2 كده، هتلاقي ان القطاع ابتدى يتاثر بيه. طب خلي ده، خلوا بالكم انا لما قلت له 2 اتحرك على اساس اللينك ده، اللينك ده برضو انا مديله نفس الاسلوب. خلوا بالكم اللينك ده انا مديله، المفروض اللينك رقم 8 ياخد نفس الاسلوب، اللينك رقم 5 ياخد نفس الاسلوب. يعني المفروض ان السلوب دي اجي اقول له كنترول سي واقول له تعالى كده عند الايه عند البوينت 7 -2 تحط مكانها سلوب، وعند البوينت 5 -2 دي حط مكانها الاسلوب، عشان القطاع لما يجي يتغير معايا يتغير معايا كله. يعني مثلا تعالى نخليه بقى ايه -2 تاني، ينزل كله تمام ما يتحركش جزء منه. طب خليه -5 مثلا، القطاع كله بينزل مع بعضه او بيطلع مع بعض. العرض 3.6 من 10، لا هنخليه مثلا 2، هتلاقي العرض بيقل كله مع بعضه. ليه؟ لان في نقطه بتتحكم في العرض بتاعي. خلاص كده يا جماعه. طيب ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للسلوبس. الاكستنشن اللي هي المسافه من بي 3 لبي 5 انا عايز اتحكم فيها، عايز يبقى في بارامتر اقدر اقول له دي خليها 20 سم، دي خليها 3 سم، دي مش عارف ايه. فممكن اقول له هنا انا عايز اضيف بارامتر جديد، البارامتر ده هسميه الاكستنشن اي اكس، ده عباره عن انبوت اوت بوت. ونقول له مثلا احنا هنعمله 20 سم والاسم اللي هيظهر هيبقى اكستنشن اي اكس. حلو، هناخد بقى القيمه دي او الكود ده ونروح عند البوينت رقم 5 كده، نسلك عندها ونقول له ماينس ال 2% دي نخليها كام يا جماعه؟ نخليها اي اكس تمام. على اساس ان انا حبيت اكبر دي اخليها مثلا 3 من 10 تزيد معايا، او 5 من 10 تزيد معايا، او تقل معايا زي ما انا عايز. طيب ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للاي اكس. عايز اقول له دبس او السمك بتاع الطبق اللي فوق عايز اتحكم فيه، ممكن اضيف له هنا البيب 1 ماشي، ده الكود، ونديله هنا قيمه 0.05 ودي هنسميها البيب 1. خلاص دي هنسميها البيب 1. هناخد القيمه دي
ونروح عند البوينت رقم 3. البوينت رقم 3 احنا محركينها في اتجاه محور واي ماينس 5، هنقول له لا شيل شيل ال 5 من 10 5 من 100 وحط مكانها البي 1، بس سيب الماينس عشان يبقى الايه اتجاه الدايمنشن اللي تحت او الاكستنشن اللي احنا عايزينه ده لتحت. البي 4 نفس الكلام، هنشيل بس الايه، هنسيب الماينس الاتجاه ونديله هنا نحط له الكود. على اساس ان انا حبيت اكبر الخمسه دي اخليها مثلا نص متر، فهتلاقي ان الطبقه نفسها بقى الايه؟ بقى السمك بتاعها نص متر، طب 5 سنتي. تمام كده؟ نفس الكلام المفروض ان انا اعمله فين؟ نفس الكلام المفروض ان انا اعمله عند البي 6. نفس الكلام هعمله عند البي 6. طيب يبقى هنا ربنا يخليك يا باشمهندس احمد. البي 6 يا جماعه هنعمل بي في 2 او نسميها بيز على اساس ان في طبقه اسفلت وطبقه بيز بس. تمام، دبل برضو انبوت اوت بوت، ورافت هنا المسمى بتاع بيز، مش قصه خالص، ممكن نقول له اي مسمى تاني. ماشي، ونقول له دي مثلا 25 سنتي، الاسم اللي هيظهر هيبقى بيز. طبعا هناخد القيمة دي ونروح عند البوينت رقم 6 ونقول له انت هتنزل هنا بمقدار ماينس الكود ده. انا بقى عايز اديك الكود ده 3 من 10، انا حر. تمام، 3 من 10 عايز اخليه 9 من 10، انا اقدر اتحكم فيك زي ما انا عايز، 2 من 10. تمام كده، يبقى احنا دلوقتي ظبطنا الايه، دلوقتي احنا ظبطنا كل الدايمنشنز تقريبا اللي ممكن نلعب فيها. باقي حاجه بقى ان احنا نبتدي ندي، عشان طبعا نبقى عارفين الـ هنا الشيب ده بيمثل لي طبقه رصف. تمام، فالمفروض ان انا اسلك على الشيب ده وابتدي ادي له هنا كود، الشيب كود اهو ده، المفروض ان انا بعمل علامه تنصيص هنا واقول له ده بيمثل لي البيز، هعمل اول حرف كابيتال والباقي سمول عشان يبقى واخد نفس الايه، نفس الكود بتاع البرنامج بتاع السيفل 3 دي. تمام، هتلاقي لونه هنا اتغير. طيب هنسلك هنا على الايه، على الشيب الثاني ده، هنديله برضو كود مثلا بيف 1. اللينك اللي فوق ده هنديله كود، ايه الكود اللي ممكن ياخده؟ ممكن ياخد بيف، وكمان ممكن نديله كوما كده وياخد كود ثاني اللي هو التوب ده، بيمثل لي توب. تمام، اللينك اللي تحت منه ده هياخد كود اللي هو نقول بيز مثلا. اللينك اللي تحت ده هياخد كود اللي هو ديتم. الكلام ده كله يا جماعه كلام سهل. اللينك ده ممكن يديله كود، ممكن ياخد بيز على اساس ان هو الارتفاع بتاع البيز، وممكن ياخد كمان كود التوب. علامتين التنصيص دول مهمين جدا، من غيرهم الكود ولا كانه معرف. تمام كده، هنا اللينك ده ممكن ياخد لو هنربط عليه مثلا، او ممكن ما نديلوش حاجه، يعني ممكن اللينك ده ما نديلوش حاجه. تمام، هنا الاسلوب ده نسينا نعمل له ايه، نسينا نعمل الاسلوب ده بارامتر، ممكن نضيف له هنا بارامتر. البارامتر ده يبقى اسمه سايد سلوب مثلا، ونسميه هنا الاسم اللي هيظهر عندنا سايد سلوب. تمام، ونخلي القيمه طبعا الاسم ده كنترول اكس، هنا هيبقى سلوب، ونعمل هنا القيمه بتاعتنا كام، 1 لـ1، وبعدين نديله المسمى سايد سلوب. تمام، فهنيجي هنا نقول له الاس اس دي هناخدها كوبي، ونروح عند البوينت رقم 7 ونقول له عندك الماينس 1 لـ1 دي هنشيلها ونحط مكانها الكود بتاعنا. حبيت انت بقى تعمله 1 لـ1، تعمله 2 لـ1، الامر بقى ايه، الامر متروك لحضرتك، تقدر تتحكم فيه من هنا. ده بالنسبه لايه يا جماعه؟ ده بالنسبه للانبوت والاوتبوت بارامتر، اقدر اديله عروض، اتحكم في عروضه. طب لو انا عايز اتحكم في عروضه من خلال ان انا تارجت، يعني هاجي عند النقطه البي 2 دي وعايز اقول له التارجت بتاعه البي 2 دي هتاخده منين؟
هتاخده من خط مرسوم عندي او فيتشر لاين مرسوم عندي. الله يكرمك يا باشمهندس، ربنا يبارك في عمرك. يعني مثلا عايز اجي عند النقطه رقم 2 واقول له لا انا هديك، ممكن في البارامتر اديك في البروبرتيز اللي بتظهر لي على السيفل 3 دي، ممكن اديك ايه؟ ممكن اديك العرض ثابت، لكن لو انا عايز اقول له لا خد لي العرض من الخط اللي موجود عندك في الرسم ده، فهنا هنضطر ان احنا ندخل على الايه؟ على التارجت بارامتر، واقول له ان انا عايز اضيف تارجت بارامتر. ده الاولاني ده هنسميه مثلا ايه؟ اوفست. نديله ايه؟ اوفست. ده هيبقى عباره عن السيرفيس، هيبقى اوفست. عندي طبعا اكتر من نوع من الايه، من التارجت بارامتر، اوفست او ايه او سيرفيس او اليفيشن اوفست. وهنا القيمه بتاعتنا هنقول له مثلا ثلاثة مثلا، والاسم اللي هيظهر عندنا هيبقى لين اوفست. ده الاسم اللي هيظهر عندنا فين؟ هناك نقدر نتحكم فيه دلوقتي اهو، شايفين؟ يعني لو حبيت ان انا اتحكم في العرض بتاعي ده الاوفست بتاعي اهو، تمام؟ طيب هنا ما اتحركش معايا ليه؟ لان انا ما اديتلوش الاوفست ده هيشتغل فين؟ فالمفروض ان انا اخد القيمه دي واروح بيها عند الايه؟ عند البي 2. وهلاقي هنا في حاجه اسمها الاوفست تارجت، اقول له خد لي الاوفست. دلوقتي حضرتك حابب تتحكم بالاوفست، تتحرك كده يمين شمال بقى، هتلاقي القطاع بيتحرك معاك من خلال الايه؟ الاوفست دي. تمام. كمان ممكن تضيف بارامتر تاني نسميه الليفل. تمام، ده هيبقى اليفيشن وهكذا. الاليفيشن هنا طبعا معمول صفر، هنا هيبقى اللين ليفل. هلاقي ان هو ممكن اتحكم كمان في الاليفيشن، ارفع كده او انزل كده على حسب الليفل اللي انا ايه هربط عليه. هاخد بس القيمه دي كنترول سي واروح برده بيها عند البي 2 واقول له البي 2 ممكن اتارجتها كليفل من الرسم لو انا اديتها الكود ده مثلا. بي 2 اخدها بالكود ده، ادي البي 2. وانا هنا ايه، تقدر بقى تتحكم زي ما انت حضرتك عايز. طبعا دي البي 2، والمفروض ان البي 7 والبي 5 برضه واخدين نفس الايه؟ نفس قيمة الايه؟ الليفل ده. مثلا هنا الاليفيشن انا حاطط لها الليفل، تمام؟ لا المفروض ان نعمل لها ليفل منفصل بس مرتبط بالليفل ده. طيب ما علينا، خلاص ده تقريبا فاضل بس ان احنا نبتدي بقى نقول له ايه النقطة، اللينكات نفسها او النقط نفسها. دي مثلا دي نقطة الكراون، ندي للنقطة كود دي كراون. تمام. البي 2 ممكن يديها كود اللي هو انا عايز البي 2. خلوا بالكم ده المفروض الاكواد دي مع اللينك 2 كنترول اكس. الاكواد دي مع اللينك يا جماعه، تمام؟ لكن عند البي 2 المفروض انها نديها لينك اللي هو مثلا اي تي دبليو، اللي هي نهايه ايه؟ عرض الحاره او نهايه الاسفلت، تمام؟ وهكذا. تمام؟ تقريبا دلوقتي عند القطاع بتاعي جاهز، ممكن اقول له فايل واقول له هنا سيف. تعالوا نروح على السيفل. طبعا القطاع بتاعنا ده لما بنيجي هنا نقول له ايه؟ ان احنا عايزين نضغط على الحاره دي، مفيش هنا حاجه اسمها الانبوت والاوتبوت بارامتر، تمام؟ مفيش هنا انبوت ولا اوتبوت بارامتر. طيب خلونا ايه نعمل ديليت للقطاع ده ونقول له ان احنا عايزين نستورده تاني، امبورت سب اسمبلي براوس، واختار القطاع بتاعي تاني من بره كان اسمه تريبل اي بعد ما عدلت عليه التعديلات دي كلها. اوكي. دلوقتي انا لو حبيت ان انا ارسم القطاع هضغط هنا، هلاقي ان في بارامترز كتير ظهرت معايا. السايد عايز ترسمه رايت ولا ليفت؟ لا عايز ارسمه ليفت.
ماشي. هنا الويتس بتاعي انا عامله 2 ممكن نخليه 3.6 من 10. هنا السلوب بتاعي ماينس 5 ممكن نخليه ماينس 2%. تمام كده. وتعالى نرسم الايه، نرسم القطاع بتاعنا. هتلاقي القطاع بتاعنا ابتدى يظهر معانا بالشكل ده اتجاه اللفت. كمان ممكن تعمل له ميرور. هيمشي معاك ميرور. تمام كده. دي يا جماعه فكره بسيطه عن السب اسمبلي كومبوزر. طبعا انت لو ركبت القطاع ده على الكوريدور هتبتدي التارجت. ما عملناش كل حاجه فيه صحيح، لكن تقريبا ادينا الفكره العامه يعني. الميعاد 6:30. ده شكل الايه، ده شكل القطاع. احنا عاملين القطاع ده كله من بره، من البرنامج، من بره من سب اسمبلي كومبوزر، وعملنا له استيراد. نقدر نتحكم طبعا في عرض الايه او في في الدبس الخاص بالطبقات. لو سلكنا كده وقلنا له كنترول واحد هنا مثلا سمك طبقه الاسفلت، نقول له مثلا خليها 20 سنتي هيظبط معانا. سمك طبقه الاساس هنقول له مثلا خليها 50 سنتي هيظبط معانا. هيتحكم، هنقدر نتحكم في الايه، في العروض، او نقدر نتحكم في الاكستنشن. الاكستنشن دي ممكن نتحكم فيها اهي 55، ممكن نقول لا خليها 20. هتلاقي ان الاكستنشن قلت معاك. السايد سلوب اهو 2 ل1 خليه 1 ل1. هتلاقي ان كل حاجه انت بتقدر تتحكم فيها من خلال الانبوت والاوتبوت بارامتر. لكن لما تيجي تدخل الشغل ده في الكوريدور وتقول له انا عايز اخد العرض مثلا من خط معين، هتبتدي تتعامل من خلال الايه؟ التارجت بارامتر اللي احنا شرحناه. للاسف الوقت مش هيسمح ان احنا ايه نكمل الجزئيه دي. حاول ان شاء الله اكملها عندي بقى على الصفحه، او ابعتها للمهندس عمر على بيم اريبيا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، محاضرتنا انتهت. كان في سؤال للمهندس ابو جبل عمرو. المهندس عمرو هنا بيسال، عنده نقط رافعها رفع مساحي، رافعها بالميزان. تعالوا نفتح كده ايه ديسكتوب، نعمل فايل على الديسكتوب. نيو نقول له نيو اكسل شيت مثلا. عنده مثلا باشمهندس ستيشن 0، وعنده ستيشن 50، وعنده ستيشن 100 مثلا. ثلاثة ستيشن. حلو. ستيشن 0 دي هو جايب لها منسوب مثلا 10، وهنا 10.2، وهنا نقول 9.8. تمام كده. دي الليفلات بتاع كل ستيشن، ده السنتر لاين. حلو. طيب المفروض ان انا اجي اقول له insert insert، عند كل ستيشن كده هبتدي اضيف ايه، صفين. خلاص كده يا جماعه. هنا هيبقى دي ستيشن 0 وستيشن 0، ستيشن 50 50. هكرر كل ايه، كل ستيشن مرتين او ثلاث مرات، يبقى عندي ستيشن ثلاث مرات. هنا الليفل هنقول 10، عندنا ميل عرض 2%، وعرض الطريق مثلا هنقول 5 سنتي، يبقى المفروض ده يبقى 9.9 يمين، 9.9 شمال. تمام. هنا 10.2 يبقى ده 10.1 يمين، 10.1 شمال. حلو. هنا ده 9.8، يبقى 9.7 يمين، 9.7 شمال مثلا. حلو. هنا دي الستيشن، هنقول له هنا الاوفسيت بتاعنا هيبقى 0، الاوفسيت بتاعنا هيبقى 5، الاوفسيت بتاعنا هيبقى ماينس 5. تمام. الكلام ده هناخده كنترول سي، كنترول في، كنترول في. واصلة الحتة دي يا باشمهندسين؟ الشورت كات، داتا شورت كات دي عايزة محاضرة كاملة يا باشمهندس، ضخمة جدا، ضخمة جدا، وعايزة مشروع يستاهل داتا شورت كات.
هنحاول قدر الامكان ان شاء الله نعمل لها فيديو، حتى لو هنبعته لبيم ريبيا بعيدا بقى عن محتوى الكورس، بس يعني ادونا وقتنا والله الفتره دي مضغوط جدا في شغل. بس طبعا ما كانش ينفع اتاخر عن طلب المهندس عمر ولا المهندس محمد الطنوبي في المكتبه الهندسيه الشاملة. هما الشباب طلبوا ان احنا نعمل محاضرات وحقوا علينا ان احنا نعمل محاضرات طبعا. خلاص كده يا باشمهندس، يبقى حضرتك دلوقتي ايه عند كل ستيشن انت واخد نقطه، تمام؟ انا رحت ايه قلت له العرض، الميل العرضي بتاعي 2% ماينس 2%، فتدي له ميل عرض يمين وشمال، ميل عرض يمين وشمال، واخد بالك المنسوب، تمام كده يا باشمهندس؟ فايل، هبتدي اقول له هنا سيف از، حلو، على الديسك توب، ونسمي الفايل بتاعنا ده عمرو ابو جبل، حلو. والصيغه بتاعتنا هتبقى سي اس في كوما ديليميتد، يس. تعالى نشوف الايه عمرو ابو جبل، دبل كليك كده. طبعا الكوما بتاعتنا لازم تكون كوما عاديه مش كوما منقوطه، فلو لقيت كوما منقوطه كنترول سي حدد عليها كده، كنترول اتش، كنترول في، وحط تحت هنا الكوما العاديه عشان كل الايه كل الكوما تتحول لكوما عاديه. فايل سيف، سايب الفايل على الوضع ده، هنسميه عمرو ابو جبل 2، ماشي. على طول يا باشمهندس افتح السيفل 3 دي، افتح فايل جديد كده، هنعمل خط. الخط ده فيه مثلا طوله 100 متر، ماشي. هنحوله الالاينمنت، كريت الالاينمنت فروم بولي لاين، نختار هنا انتر، كمان مره انتر، هنسميه الاينمنت 1 مثلا، اوكي. بعد كده هنسلك كليك يمين، هنقول له هنا ايديت الاينمنت ليبل، عايزين نضيف الميجر ستيشن كل 50، تمام. بعد كده هنروح على البوينت، كليك يمين كرييت، ونقول له ان احنا عايزين نجيب بوينت فروم فايل، بوينت فروم فايل، امبورت فروم فايل، هنختار الفايل بتاعنا عمرو ابو جبل 2، موجود على الديسك توب. نوع الفايل بتاعنا سيبناه على الديسك توب صح ولا ايه؟ نتأكد كده من الفايل بتاعنا موجود فين. غريب جدا. طيب احنا ممكن معلش عشان برضو يظهر معانا، وتقريبا لازم تكون يكون الامتداد بتاعه مش سي اس في، نحوله لايه لتكست فايل سيف اس دوت تكست، ماشي. نروح تاني على الـ A على السيفل، نقول له open، ماشي. هنا تحت بـ A مديني شوية اختيارات كده، لو جينا كبرنا معلش دي شوية، كبرنا التول بار شوية كده، مديني شوية اختيارات معلش. هنقول له import file تاني، هنختار الفايل بتاعنا اللي هو 2، open، تمام. هو بيقول لي انت عايز الداتا بتاعتك تدخل عباره عن ايه، ستيشن اوفست ولا ستيشن اوفست اليفيشن. طبعا هنا مديني كل حاجه رقم، فانا هقول له انا عايزها تدخل ستيشن اوفست اليفيشن، فاقول له اختار رقم 2. الفايل بتاعك متسيف ايه تحت، انتر فايل فورمات، انا مسيبه كوما ولا سبيس ديليميتد، لا كوما، يبقى 2، واقول له انتر. اقل منسوب اعلى منسوب، انتر انتر. بيقول لي بعد كده سيلكت الالاينمنت، فبضغط هنا عشان يسلكت الالاينمنت، فبلاقي ان هو ضاف لي النقط، ادي النقطه بتاع السنتر لاين، وادي النقطه عند ستيشن 50، وادي النقطه عند ستيشن كام 100. كل نقطه نزلت طبعا بالايه بالمنسوب بتاعها. المفروض ان انا ادخل هنا على البوينت جروب ده، واقول له ان انا عايز اكريت مجموعه نقط جديده اسميها
A1 مثلا ده الفايل الاولاني انكلود النقط على حسب الايه، هسلكها من الرسم بالشكل ده واقول له اوكي. تمام، طبعا ممكن بقى تسلك كده سلكت وتقول له كل البوينت اللي دخلت دي انا عايز اديها ديسكريبشن A1. تمام، وكل النقط اللي موجوده عندي في الجروب دي خدت ديسكريبشن A1، تروح تدخل النقط الثانيه بنفس الكيفيه. تمام، بس هتديها ديسكريبشن ثاني وتحطها في جروب ثاني. من الجروب ده ممكن تكريت سطر، ومن الجروب الثاني ممكن تكريت سطر، واخد بالك؟ طبعا هندخلها بنفس الطريقه فوق الايه، فوق نفس الالاينمنت، لان يبقوا السطحين فوق بعض. تمام كده، خلينا نقول ان احنا عايزين نقول له كرييت سيرفيس. السيرفيس ده هنسميه A1. حلو، هنعرفه من خلال البوينت جروب اللي هي اسمها A1. كده كريت لي سطح من البوينت جروب اللي اسمه A1 يا باشمهندس. نفس الكلام هتعمله لل، تعالى نكبر نفس الفايل، نجرب بقى نكبر نفس الفايل، كنترول سي كنترول في. هنعدل بقى بس في شويه في الليفلات، يعني 10 دي ممكن نخليها 11 مثلا، ودي ممكن نخليها 10 و9 من 10، ودي تبقى 10 و9 من 10. هنا مثلا دي 10 و2، دي 10 و3، دي 10 و2. تمام، دي 9 و8، دي 9 و9، ودي 9 و8. تمام، كنترول اس. ده الايه، الفايل الثاني. الفايل الثاني برضو بنفس الطريقه، هندخل على السيفل، نبتدي نروح نقول له امبورت فروم فايل. انا اختار الفايل اللي هو الثاني اللي هو الكوبي، اوبن. هنختار برضو ستيشن اوفست اليفيشن، الفورمات بتاعنا 2 اللي هو الكوما. تمام، اقل منسوب اعلى منسوب، انتر انتر. وهنا نختار الالاينمنت بتاعنا عشان يحط لي النقط، حط لي بالفعل النقط. تمام، هنروح هنا على البوينت جروب، كليك يمين نقول له نيو. عايزين نكاري الجروب تاني هنسميه بي. حلو، السطح رقم بي، انكلود النقط على حسب النمبر ماتشنج، هنسلك كل النقط تاني مفيش مشاكل. تمام، واقول له اكسكلود النقط على حسب الايه، الرو ديسكريبشن. اي نقطه اخدها في الرو ديسكريبشن ايه، شيلها من ايه، من الجروب ده. دلوقتي حضرتك ممكن تكريت سيرفيس، كريت سيرفيس، السيرفيس ده هتسميه سيرفيس بي. تمام، هتعرفه من خلال البوينت جروب بي. دلوقتي بقى عندك سطحين عايز تقارن بينهم يا باشمهندس، حضرتك سلك على اي واحد فيهم وقول له فوليوم داشبورد. اضغط هنا، هتظهر لك القائمه دي، قول له كريت سطح مقارنه. السطح ده هنسميه سطح الفوليوم، هنقارن فيه بين البيس سيرفيس اللي هو الـ A وبين الكمبريشن سيرفيس اللي هو الـ A الـ B. اوكي، شوف بقى الكميات. طبعا الكميات هتبقى كلها فيل، لان انا واخد ايه، مناسيب، انا مكبر ومعدل في المناسيب انها تكون اعلى يعني. فدي الكميات بتاعتي كلها كميات ايه، كميات فيل. ممكن تطلع الكلام ده جوه البرنامج، A بلس دي بتطلعه لك جوه البرنامج، ممكن تطلعه بره البرنامج. ده سطح الـ A، ده سطح المقارنه وحساب الكميات بين السطحين دول. تمام، في أسئلة تانية يا جماعة؟ في أسئلة تاني؟ السيفل 3 دي في حساب الكميات اللي احنا اشتغلناها في الطريق، طبعا الكميه تقريبيه لان هو متوسطات مساحات. تمام كده، لكن على الطريقه اللي هي المقارنه بين سطحين، طبعا الكميات بتطلع نت محترمه. ربنا يعزك يا باشمهندس. ربنا يبارك فيكم. بعتذر عن تقصير حصل مني، واي معلومه ناقصه او اي معلومه كنت تتمنوها انا ما قلتهاش، فده غصب عني لدي الوقت. جزاكم الله كل خير يا استاذ. لا لا الله يكرمك، ربنا يعزك يا باشمهندس عمر، وسعيد جدا بالكام محاضره دول معاك والله.
أنا آسف يا أستاذنا، الله يكرمك يا أستاذنا، جزاكم الله كل خير. ربنا يسر. الله يكرمك.